السيد الوحيد العام للملك بهذه المحكمة لمصاحبة السيد مصطفى الجزار الذي قرر جلالة الملك نصره الله أعينكم بالقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وعلي أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم. والمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وبناءً على كتاب السيد رئيس منتدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 1639 على 5000 عين ميم. في إطار استئناف الخطوات المادتين 67 و68 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وبناء على كتاب السيد رئيس منتدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. السيد رئيس جامعة الحقوقية بالقنيطرة، السيد عميد كلية الحقوق القانونية، يرحب كل واحد باسمه وصفته وما له من التقدير والاحترام. نتناول الكلمة بمحضركم في هذه الجلسة الرسمية المنعقدة لرحاب قصر العدالة من محكمة الاستئناف بالقنيطرة، لتنصير كل من الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها، وإنه لمن دواعي سعادتي أن يكون شخصي متواضع هو من حظي بالثقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أشكركم على مواكبة مراسيم الجلسة الرسمية المنعقدة برحاب قصر العدالة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، لتنصيب كل من السيد الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها، وإنه لمن دواعي سعادتي أن يكون شخصي المتواضع هو من حظي بثقة المولويتي الغالية وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. هذه الثقة لا يعد لا سوى استشعاري بجسامة المسؤولية وثقل الأمانة الملقاة على عاتقي داعيا الله العلي القدير أن يوفقني حتى أكون في مستوى الثقة المولوية السامية. ولا أخفيكم أنه ينتابني شعور خاص بهذه المناسبة يقاس بحجم الحدث وأهميته من خلال ما يختزله من حمولة وإنجازات عميقة للسلطة القضائية في سياق استقلالها وانتقال رئاسة النيابة العامة من سيد وزير العدل إلى سيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد بصفته رئيسا للنيابة العامة. هذه الجلسة الرسمية التي تجسد التقاليد القضائية العريقة عرفت حضور وازن لممثلين بحضور سامي الشخصيات القضائية التي تمثل مسألة للسلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة والسلطات المدنية والعسكرية وممثلي الأمة إلى جانب الفعاليات الحقوقية والإعلامية، باعتبار أنها لها رمزية ودلالة تؤكد بالملموس على العناية المولوية السامية التي يوليها صاحب الجلالة لنساء ورجال القضاء. من خلال كلمتي المتواضعة حاولت أن أضع الخطوط العريضة لأفق الاشتغال في إطار مقاربة تعكس دور النيابة العامة كطرف أصلي
في الخصومة الجنائية نيابة عامة مواطنة ستسعى إلى تدبير الإدارة القضائية نهج المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في مجال العدالة. العمل جاهدا على الحفاظ على الأمن والنظام العام وجعل مؤسسة الوكيل العام تلعب دورا محوريا في مكافحة الظواهر السيئة والسلوكات الإجرامية. تفعيل الدور المنوط بالنيابة العامة في مجال التخليق وأيضا وضع مجموعة من الأسس ذات برنامج عمل طموح يحدد أدوات الاشتغال، مجالات الاشتغال وأفق تحقيق برنامج عمل كما قلت طموح سنشعى من خلاله إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وعقلنة تطبيقه. وسأكون أنا عازم بفضل الله تعالى وعونه وبمساعدة السيد الرئيس الأول بهذه المحكمة وباقي مكونات العدالة لجعل هذه المحكمة والنيابة العامة على وجه الخصوص متميزة على المستوى الوطني. في الأخير أؤكد لكم على أنني سأظل رهن إشارة رعايا صاحب الجلالة بهذه المنطقة وسأجسد كل المقاربات الإصلاحية الواردة في الخطب الملكية السامية وتوجيهات السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس السيد رئيس النيابة العامة حتى أكون في مستوى الثقة المولوية السامية. وشكرا جزيلا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.